في مشهد انا كنت بعمله كان الاستاذ محسن زايد كاتب مشهد ان انا بقابل خالي اللي هو احمد زاهر على قهوه فبيوشوشني في ودني، وانت كنت شايفاني الصبح ماشي ورا واحده عالمه في الشارع بعكسها وبتاع وحاجات كده، وبعد ما بيكلمني على القهوه بنشوف ان سرور ده ماشي داخل الشارع اللي كان فيه الصبح بيعكس الست العالمه دي لغايه ما يروح هناك ويخبط عليها بتاع ويبتدي يتلفت حواليه، وبعدين نكتشف ان هو رايح يجيب بدله رقص حمراء لمرات خاله، مرات خاله نفسها في بدله رقص حمراء. التقيت بالاستاذ المخرج وبقول له انا مش عارف هيبقى شكله ايه، قال لي فكر هنتكلم. طبعا دخل يصور هو مش فاضي عشان ياكل، وقفز الى ذهني شخصيه تمثال النيل اللي في المتحف الزراعي، لقيه شخصيه ضخمه جدا كلها حيويه وجسمها كله مليء بالعضلات، هو عاري تماما وممدد، وعلى اكتافه واذرعه وعلى افخاذه صبية صغيرة كما الملائكة، إشارة إلى أفرع النيل اللي خارجة من هذا الجسد. وترجمت يزيد المصري اللي خارج من ثلاجة التاريخ إنه نفس التركيبة بتاعت الشعر المنسدل الأبيض والحواجب التقيلة البيضة والدقن التقيلة البيضة والجلبية جلبية الفلاح الزهري اللي عرف بيها الفلاح المصري من قديم الأزل. المسلسل لما كان بيتعرض في شهر رمضان كان من المسلسلات المهمة جدا المؤثرة جدا، وأنا دايما كده أحب أقول اللي هي الجملة لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح، فهي بالظبط هو المورال بتاع المسلسل بالحالة الصوفية. طبعا الكلمات اللي غنتها أنغام ولحنها عمار الشريع في هذا في تتر المسلسل. يظل محسن زايد واحد من أهم أعمدة الدراما المصرية، رغم يعني إن احنا فنية ممكن نتفق نختلف إن المسلسل كان ممكن يكون أفضل، لأن حتى على مستوى الأزياء أنا كنت بشوف إن كان ممكن يبقى فيه مجهود أكبر يبذل لهذا العمل، ولكن يمكن دي كانت الإمكانيات المتاحة أو الرؤية اللي في هذا الوقت، عشان كده المسلسل خرج ببعض نواحي القصور. ورغم القصور اللي موجود بصريا إلا أن الحدوتة بتاعة المسلسل أو السيناريو طريقة غزل الشخصيات يعني ده شال المسلسل ورفعه، نقدر نقول كده لذهب عسامة زي بنقول، عشان كده بيفضل لحد دلوقتي. شوفي أنت ممكن تشوفي المسلسل كم مرة لا تملي ولا تكلي، يعني أنت بالنسبة لك تبقى حافظة المشاهد وعارفة ده هيعمل إيه وتطورات الشخصيات إيه، ولكن أنت برضو بتستمتعي.